هذا كلمة عنا كلنا الحقيقة، وهذا من خبرة ومن حرص ومن متابعة قريبة للأمور. والنتيجة المهمة في نهاية اليوم هي وحدتنا واتحادنا وتكاتفنا ومحبتنا لبعض، فهذا هو السر بالنسبة للدول اللي تعرف بمستواها الحضاري وتعرف بمستواها العلمي وتعرف. يقول لك فلان راح يواجه، على طول يجي على بالك الكويتي، حتى لو انشغل واصل هذا الكويتي. كيفك؟ الحمد لله. انت من وين جاي؟ انا من الكويت جاي. اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله راح اسوي لكم عرض فنتريلوكوزم، اللي هو باللغه العربيه معناته فن الكلام البطني. يعني لو بيبقى معك عروسه. أيوة. هو ما بتحرك شفايفك وبتتكلم. أيوة. من بطنك ده. نعم. صعب جدا. هو صعب. نعم. وين تعلمت؟ سنتين ونص يعني قاعد اتعلم ولا زلت قاعد اتعلم. وين تعلمت هالتكنيك؟ والله تعلمته بروحي يعني من كتب وفيديوهات. شنو هذا؟ فرج اسنانك ها؟ ايه. لنا هذيل لنا هذيل. ايه عرفتهم هذيل سوبر ستار. يلا نحن غني سوبر ستار يلا. يا حبيبي احنا الحين مو في سوبر ستار. ها؟ احنا الحين مو في سوبر ستار؟ احنا الحين وين؟ احنا الحين في Arab Got Talent. Arab Got Talent؟ علشان شنو؟ علشان يشوفوني شلون اخليك تتكلم. شلون تخليني اتكلم؟ يعني انا اتكلم من بطني. يا بطن شلون يعني تكلم بطنك؟ يعني انا اتكلم من غير ما احرك شفايفي. كان زين اصلا ما يصير، اصلا مستحيل واحد يقول حرف الباء او حرف الميم او حرف الواو من غير ما يحرك شفايفه. تقدر تقول احبك موت؟ احبك موت؟ لا يا صالح من غير ما تحرك كفايتك. يلا قول حدك مات. قول حدك مات. يلا قول. Excuse me, I don't understand. What's happening? Excuse me, what's going on? Excuse me. Oh. Go on.